أهلا بكم يا أصدقائي في سبوت أون المشاهير. فاز مسلسل القضاء بجائزة الأمي الدولية لأفضل مسلسل أجنبي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الفيديو يبين لكم اللحظة التي فاز بها المسلسل ورد فعل الممثلين. The International Emmy for Canada Villa goes to Jargi. And the International Emmy for Canada Villa goes to Jargi. وحضر الحفل أبطال المسلسل بينار دينيز وكان أورغانجي أوغلو، بالإضافة لكاتبة المسلسل سما أرغنكون والمنتج كرم شاتاي والمخرج علي بيلجين. ويعد مسلسل القضاء ثاني إنتاج تركي يحصل على هذه الجائزة بعد مسلسل حب أعمى. ومسلسل حب أعمى أيضا كان من أبطاله الممثل كان أورغانجي أوغلو والممثل أوغور أسلان، والذي اشترك في المسلسلين القضاء وحب أعمى. وإليكم المزيد من الفيديوهات ولحظات مميزة لفريق عمل مسلسل القضاء خلال تواجدهم في الحفل واحتفالهم بفوز مسلسلهم بهذه الجائزة العالمية. Yoshi, the regretful spot, Argentina.